محمد خذ راحتك وانبسط في حياتك الخاصة. أنا ما احنا كل أبونا ما نبيك إلا إذا فتحت بث أمخك وأنا أخوك مروق للآخر. اي والله العظيم. اسمع يا والله ابو محمد، في والله أنا واحد هذا اللي ودنا في الكومنت، هذا فمش عارف زعلني منه، بوريكم ان شاء الله حلاقتي. دقيقة لازم اوريكم حلاقتي. يقول لك اي لاف يو يا ابو محمد مشاري. من هو؟ واحد اسمه مشاري ازعجني. من مشاري؟ واحد من فانزاتك يا ابو محمد، انت فانزاتك ما شاء الله، من اخوانك بعد، مو فانزات. نعيما يا ابو محمد. نعيما يا ابو محمد. هذا عشان رندر ستاي يا ابو محمد. ترى الحلاق الزواج يا محمد. يا والله السالفه فيها زواج. والله تطلع يا ابو محمد. بالله عليكم مو بزين يعني؟ لا والله صراحه. والله زين. صراحه صراحه يا ابو محمد. هو الحلاق. رندا راح تنفتن اليوم. بتصمم بتصمم على الزواج رندا اليوم. والله العظيم لو تنط توقع والله ما اوقف على باب. والله ما معك الا رندا في البراج. ام عباس فيك فيك يا اخوي. حتى ما في رندا. رندا ما شاء الله تبارك الله، حتى لو تنمر عليها تويتر يوم يشوف وجهها ما هو مغضوب عليها يا ابو محمد. ما في رحمه مغضوب عليها وانا مسافر عليها. والله ابو محمد تكفى لف، خلينا نشوف الزلف. شوف هو ما بالتحديد اللي من ورا والكامري اهم شيء يا محمد. يا ابو طامي مرحبا ابو طامي. شوف السلم ابو طامي رجع ورا طلعت بر اليوم. والله عليكم ورحمه الله. شوف ارحب محمد انت في البيت الجديد. مسيكم